قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. وفي حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. يعني أي مرض في الأرض هو في الأصل ربنا سبحانه وتعالى أنزل له دواء، ولكن الطب هو اللي مش قادر يكتشف هذا الدواء، حتى يكون مرض الإيدز أي مرض شديد أي مرض الله سبحانه وتعالى أنزل له شفاء، ولكن الطب هو اللي مش قادر يكتشف هذا الدواء، والله أعلى وأعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. وطبعا أفضل نوافل هي سنن الصلاة المكتوبة، والسنن المكتوبة المؤكدة الركعتين اللي قبل صلاة الفجر، دول سنة مؤكدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ركعتي الفجر خيرا من الدنيا وما فيها. المقصود الركعتين السنة بتوع صلاة الفجر. وأيضا كذلك من السنن المؤكدة الأربع ركعات اللي قبل الظهر السنة، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب سنة مؤكدة، واثنين بعد العشاء، وركعة الوتر سنة مؤكدة. ركعة الوتر اللي هو من قيام الليل دي برضو بعد العشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. زبد البحر يعني ناس بيسموها الريم بتاع البحر، وناس تانيين بيسموها رغاوي البحر. يعني الواحد لو ذنوبه كتير جدا، وكلنا طبعا أصحاب ذنوب، لو قال هذا الدعاء، وعلى فكرة دي من أذكار الصباح والمساء، سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم، واليوم بيبدأ من بعد صلاة